وعلى الوقوف أكثر على ما تسمى بقضية إبادة الأرمن والاستغلال السياسي من الغرب لها لابتزاز تركيا، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الصحفي التركي حمزة تكين. أهلا ومرحبا بك أستاذ حمزة. حياكم الله، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. بداية، صحيفة واشنطن بوست تقول إن كل الرؤساء الأمريكيين السابقين لم يجرؤوا على تأزيم العلاقات مع تركيا بشأن قضية الأرمن، لما بايدن اتخذ هذه الخطوة اليوم؟ يعني هي القضية ليست برأيي ليست متعلقة بقضية أشخاص في البيت الأبيض بقدر ما هي متعلقة بوضع كل من تركيا ومن الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم تركيا مختلفة تماما عن تركيا التي تعامل معها الرؤساء الأمريكيون السابقون. في السابق كانت تركيا، يعني نستطيع أن نقول أنها متماشية ومتماهية بشكل كامل مع السياسات الأمريكية في المنطقة قبل حزب العدالة والتنمية، كانت شبه تابعة لهذا التوجه الغربي، وبالتالي قضية أكذوبة الإبادة الأرمنية كانت في أدراج البيت الأبيض وفي أدراج مجلس الشيوخ، لم يثيروا هذه القضية، وبالتالي احتفظوا بهذا الأمر لهذا الوقت الذي نحن فيه والذي بدأت فيه تركيا تخرج من العباءة الأمريكية بشكل ملحوظ وبشكل واضح. من يتابع ويراقب يدرك حقيقة أن تركيا اليوم تخرج من العباءة الأمريكية، وكلمة تخرج من العباءة الأمريكية لا نعني فيها أنها تستعدي الولايات المتحدة الأمريكية أو إعلان الحرب بين تركيا وواشنطن والولايات المتحدة، بل نعني بها أن تركيا تجبر اليوم واشنطن على التعامل بالندية وعلى التعامل مع تركيا على أنها دولة قوية وليست دولة ضعيفة تابعة. هذا الجو اليوم الذي وصلت إليه تركيا بعد 20 سنة تقريبا من العمل، 20 سنة مع حكومات إن صح التعبير حزب العدالة والتنمية، هذا الجو اليوم لا يرضي الولايات المتحدة الأمريكية ويزعج الولايات المتحدة الأمريكية. فقضية أكذوبة إبادة الأرمن ورقة من الأوراق التي تستخدمها الآن واشنطن بلسان بايدن لاستفزاز تركيا وابتزاز تركيا. وبنهاية المطاف سيد الكريم، هذا ما قام به جو بايدن هو اعتداء على التاريخ، اعتداء على تاريخنا الإسلامي العثماني، وبنهاية المطاف لا قيمة له على أرض الواقع. أستاذ حمزة، يعني السؤال هنا، أنت أشرت إلى أستاذ حمزة، أنت أشرت إلى فترة حكومات حزب العدالة والتنمية في تركيا هي التي سببت هذا التأجيج، لكن يلاحظ أنه في 24 من نيسان من كل عام يبدأ موسم المزايدات من قبل الغرب على ما يسمى بقضية إبادة الأرمن. لماذا هذه المزايدات في هذه الفترة السنوات الأخيرة؟ بالضبط هذه السنوات الأخيرة، يعني قبل 20 سنة، قبل 25 سنة تقريبا، لم تكن تأخذ هذه القضية هذا الحجم السياسي والإعلامي والتفاعل على الأرض في كل العواصم العربية والأجنبية والغربية. الآن خلال 20 سنة الماضية كما ذكرت، تركيا تخرج الآن من عباءة من يدير إن صح التعبير منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي كل عام في مثل هذا اليوم في 24 من نيسان يحركون هذه القضية، هي ورقة من الأوراق التي تحاول القوى الغربية والقوى التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط لابتزاز تركيا. هو ابتزاز معنوي إعلامي فقط لا غير، أما على أرض الواقع فلا قيمة لأي قرار، حتى لو اجتمعت دول العالم كل الدول العالم وقالت إن ما حصل هو إبادة للأرمن، هذا الأمر لن يغير بحقيقة التاريخ. في أكثر من مناسبة يطالب فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدقيق الأرشيف العثماني الذي فتح أبوابه للمؤرخين للتأكد من صحة المزاعم الغربية، لماذا لا يصغى للرئيس أردوغان؟ يعني هذه الدعوة سيد الكريم التي أشرت لها هي دعوة قديمة تقريبا ومستمرة وما زالت مفتوحة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونحن نقرأها من باب التحدي اليوم، تحدي تركيا تتحدى اليوم الأرمن ومن يناصر الأرمن ومن يستخدم هذه الأكذوبة التاريخية، تتحداهم تركيا، تفضلوا إلى طاولة رسمية برعاية الأمم المتحدة، برعاية المؤرخين المعتبرين في العالم، إلى أي جنسية انتموا وإلى أي دين انتموا وإلى أي مجتمع انتموا، فلنجلس على طاولة مستديرة ولنفتح الأرشيف، الأرشيف العثماني، الأرشيف الروسي، الأرشيف الألماني، الأرشيف الأمريكي، ونرى من الذي قتل من،
سوف نصل في نهاية المطاف للحقيقة. لا أريد أنا أن أستبق أن أقول أنتم الذين قتلتم الأتراك، لا أريد أن أقول شيء. هناك مشكلة تاريخية اليوم، فلنفتح ولنرى إذا كان لديكم حق عند العثمانيين أو عند الأتراك. قال الرئيس أردوغان نحن سنعطيكم هذا الحق، ولكن طيب. هل 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 تعتقد أن هذه الدعوة ستلقى قبولا من قبل؟ هل تعتقد أستاذ حمزة بعد أن دعت تركيا لحل النهائي لهذه الأزمة أن هذه الدعوة التركية ستلقى قبولا من قبل الأرمن والغرب من ورائهم؟ يعني واضح من خلال تتبع السنوات الماضية واليوم التصرفات الأمريكية والغربية والأرمنية أن هذه الدعوة لن يستجاب لها من قبلهم، لأنهم سيخسرون ورقة قوية بالابتزاز الإعلامي والسياسي لتركيا، وبالتالي هم يريدون أن يحافظوا على هذه القضية لكل سنة يثيرون نفس الأمر ليثيروا نفس الأمر، وبالتالي إذا فتحوا الأرشيف واستجابوا لدعوة الرئيس أردوغان سوف تتبين الحقيقة في نهاية المطاف وتنتهي القضية، وهذا ما لا تريده اللوبيات الأرمنية في كل العواصم العالمية، وبالتالي هي حريصة على أن لا تستجيب لدعوة الرئيس أردوغان. وبنهاية نسأل سؤال بايدن اليوم، نحن في قضية بايدن، هو الذي يتزعم هذا اليوم وهذه الزوبعة الإعلامية. اليوم بايدن يحاضر علينا بحقوق الإنسان، يحاضر علينا بالقضايا الإنسانية، ونسي بايدن اليوم تاريخ بلاده الإجرامي الذي يمتد لخمسين وستين وسبعين سنة، من اليابان إلى العراق إلى أفغانستان إلى الصومال إلى الكوريتين إلى إندونيسيا إلى كمبوديا. أمريكا قتلت عشرات الملايين، الدول الأوروبية فيما بينهم قتلوا بعضهم بعشرات الملايين، ثم في نهاية المطاف يأتون ليحاضروا علينا بالعفة وبحقوق الإنسان. ويعني باختصار قبل أن يحاضروا علينا بهذه القضايا فلينظروا إلى المرآة، سيرون بكل تأكيد الحقيقة التي يدركونها ويحاولون أن يختبئوا خلف أصبعهم منها. في ظل هذه المواقف المتشددة من الأرمن والغرب، إلى أي مدى ترى أن موقفهم يخدم الطرفين على الرغم من وجود العشرات من الآلاف من الأرمن يعيشون تحت ظل العلم التركي؟ يعني قضية الأرمن قضية أصبحت اليوم من قبل جزء كبير من بعض الدول اللوبيات الأرمنية قضية متاجرة فقط، تجارة إعلامية وسياسية لابتزاز تركيا. هذه نقطة. النقطة الثانية اليوم التي يرفضها جزء كبير من الأرمن والتي يتعمد الكثير من الإعلام العالمي والغربي والعربي تغييبهم، هم الأرمن الذين يقيمون في تركيا، الذين يعيشون في تركيا، الذين يحملون الجنسية التركية ويعيشون في مجتمع متساو لا فرق بينهم وبين أي تركي آخر مهما كان دينه وإلى أي طائفة انتموا. هذه النقطة الإيجابية اليوم، اللوبيات التي تريد أن تبقى أكذوبة إبادة الأرمن موجودة وحية وتطفو على السطح تغيب حقيقة اليوم الطريقة الإيجابية والمميزة التي يعيش فيها الأرمن في تركيا. وبالمناسبة كثير من قيادات حزب العدالة والتنمية وأقرب المقربين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان هم من الأرمن، وشهدنا قبل أشهر تقريبا وفاة أحد قياديي حزب العدالة والتنمية وهو من الأرمن، وذهب الرئيس أردوغان وشارك بتشييعه في إحدى الكنائس في إسطنبول، وبالتالي هذا يدل على التعايش الإيجابي اليوم بين الأرمن وبين الأتراك وبين المسلمين وبين النصارى وبين المسيحيين في تركيا وبين اليهود، ولا مشكلة اليوم. هذه الصورة الإيجابية الإعلام الغربي وجزء من الإعلام العربي يحاول أن يغيبها ليبقي أكذوبة الإبادة الأرمنية حية لاعتبارات سياسية واعتبارات إعلامية وتصفية حسابات إن صح التعبير. نعم، الصحفي التركي حمزة تكين كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.